مرحبا واهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طبعا احنا لسه في باتمانيا. مرحبا فيكم مرة ثانية في باتمانيا. انا وجوانا اليوم بدنا نعمل لكم ايش؟ ملبرون، والناس كثير كلهم تعرفها بملبرون، ما بيعرفوا انه اسمها باتمانيا. بدنا نحكي عن شغلة جديدة وغريبة بدنا نجربها اليوم، اسمها مرحبا مرة ثانية فيكم في باتمانيا. مرحبا فيكم مرة ثانية في باتمانيا. باتمانيا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في باتمانيا. أهلا شكلنا. مشكلة. مظبوط، معاكم جمال وجوانا الشريف. اليوم بدنا نسوي لكم فيديو عن باتمانيا. باتمانيا طبعا هي عبارة عن أول مدينة بغنوا فيها بالإنجليزي وبالعربي وهلا دلعوانا وهلا سموها في الحرب العالمية الأولى، وفعلا أخذوها مع في الحرب العالمية الثانية عفوا أخذوها معهم عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.